So Asma, you are live now. You can start your talk. Okay, shall I start now? Yes, go ahead. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maikum Asma Ob, Senior Cyber Security Analyst at Abu Dhabi Islamic Bank. سؤال بيتسألنا كتير قوي في المجال بتاع السايبر سيكيورتي، لو انا عايز اشتغل في مجال السايبر سيكيورتي ادخل ازاي؟ What is the entry point to cyber security? So first of all, yeah, it's my pleasure to be طبعاً a speaker in Women in Cyber Security Middle East Virtual Conference. وأتمنى أن Women in Cyber Security Middle East to be the most inspiring platform for women in Middle East وتشجعهم أنها تدخل أنهم يدخلوا ويطوروا مجال السايبر سيكيورتي أكثر وأكثر. وشرف لي أن أنا أكون موجودة معاكم النهاردة، وأتمنى البرزنتيشن تكون مفيدة بقدر الإمكان. ندخل على الأجندة بتاعتنا. هنتكلم أول حاجة عن يعني discuss كده as mind refreshing cyber security catching stories, why to study cyber security, how to start cyber security career, courses and certifications, tips for career, security profit and fun, and finally for questions and answers. طيب هو أنا ليه ممكن أدخل مجال cyber security؟ إيه اللي ممكن يشدني في مجال cyber security؟ هل هو فعلا touching our lives that interesting field to study and to work in؟ الإجابة yes. طيب زي ما قلت is يعني mind refreshing كده، خلونا نتكلم عن أسرع الأتاكس سايبر أتاكس اللي حصلت in the last decade، ونتكلم عن الأكثر جدلا واللي خد مساحة كبيرة قوي من الديسكشن هو Stuxnet attack. What is Stuxnet attack؟ هو attack السبب في الأتاك كله يعني it was a major attack targeting a nuclear system في إيران، والسبب في الاتاك ده كان USB، مجرد بس USB. USB اللي احنا بنستخدمها on a daily basis، وناس كتير بتتجاهل السكيورتي بتاعت ال USB دي، كانت سبب في دامج كبير حصل في نيوكلير سيستم في ايران. طيب كان الورم على ال USB دي طبعا دخلت بقى النيوكلير سيستم، يعني سواء هي كانت مقصوده او مش مقصوده. طبعا يقال ان الهدف من الاتاك ده هو political، لكن ايا كان احنا بنتكلم عن ستوري از ستوري. يعني الورم على يو اس بي بتدخل بيحصل لها بلاجنج على ويندوز سيستم، وبعدين بتريبليكيت ات سيلف ثرو ذا نتورك لحد يعني كان المين تارجت بتاعها هو الكنترول سيستم بتاع سيمنز. طيب الهدف منها في الاخر انها تعمل دامج في السنترفيوجز في النيوكلير سيستم، يعني اجهزه الطرد المركزي في المفاعل النووي الايراني. طبعا عملت دامج كبير جدا في المفاعل النووي. الفكره من الاستوري دي كلها انه ممكن يبقى الاتاك، وده طبعا يعني على مستوى العالم ممكن يبقى الاتاك هدفه ميجر دامج، لكن الريزن بتاع الاتاك is very simple and very neglectable. Like USB زي ما قلنا، مجرد USB كانت سبب في دامج كبير حصل في المفاعل النووي الايراني. هكلم واقول ايه الاوبجكتيف من ان احنا بنقول الستوريز دي، وان انا دايما بمنشن الريزن بتاع الاتاك والاوبجكتيف بتاع الاتاك in the end of the presentation. التاني ستوري بنتكلم عنها هو ال وانا كراي. وانا كراي المين يعني it was one of the major attacks في مصر، وكان السبب الرئيسي من الاتاك ده هو lack of awareness. بس ايه وانا كراي؟ وانا كراي هو نوع من الرانسوم وير. خلينا نتكلم على الترمينولوجي بتاعه وات از ذا رانسوم وير. رانسوم وير هو عباره عن معلش السوفت وير الهدف منه هو يعمل انكريبشن يور هارد ديسك، وبعد كده بيطلب منك رانسوم، بيطلب منك فديه علشان يفك تصفير الهارد ديسك ده. طيب ليه بقى بقول ان وانا كراي السبب الرئيسي فيه هو lack of knowledge؟ لان وانا كراي يعني was targeting a vulnerability called eternal blue، والvulnerability دي يعني got exploited by group of attackers called shadow brokers، وبعدها مايكروسوفت نزلت الباتش للvulnerability related للبروتوكول SMB. لكن للأسف organizations كتيرة ومنها high profile systems زي مستشفيات وزي وحدات مرور وorganizations كبيرة أهملت موضوع الباتشنج والregular باتشنج للsystems بتاعتها، فقط infected، وطبعا حصل encryption للداتا بتاعتها، وأماكن كتير ما كانش في backup للداتا دي، فمعرفوش يعملوا restore، وكان it was a great damage. وخلونا نتكلم برضو السبب يعني what was the reason of the attack؟ it was lack of awareness.
وفكرة إن أنا بهمل وجود الـ patching for the vulnerabilities affected my systems. والـ major effect كان إيه؟ كان ضياع لعدد كبير من الـ data طبعا without إنه يكون في باك اب موجود عشان أقدر أرستور الـ data بتاعتي. طيب تالت ستوري هنتكلم عنها هي فيسبوك سكاندال اللي حصلت في 2018. ايه الفيسبوك سكاندال؟ لو نسمع كلنا عن شركه كبيره اسمها كامبريدج اناليتيكا، وكامبريدج اناليتيكا من الشركات الخاصه ب داتا اناليسيس او مينيا بوليتيكال داتا اناليسيس، وكانت بتساهم في حمله ترامب الانتخابيه. فكامبريدج اناليتيكا قدرت ان هي تحصل على بيانات لعدد كبير من مستخدمين فيسبوك وتستخدمها في يعني تشجيع ونجاح الحملة الانتخابية للرئيس الراحل بقى ترامب. طيب حصلت على الداتا دي ازاي؟ احنا بنشوف on a daily basis third parties applications بتظهر على فيسبوك و surveys بتظهر على الفيسبوك، واحنا يعني for free كده بنقدم الداتا بتاعتنا والداتا بتاعت اصدقائنا في ال third parties applications without ان احنا نتشيك ال terms and conditions. طب ال applications دي ليها permissions على ايه؟ طيب ال surveys دي هي الهدف منها ايه؟ وبتاخد الداتا دي تعمل بيها ايه؟ الحقيقة ان احنا عدد كبير منا ما بيعملش يعني that to check. بالتالي كامبريدج اناليتيكا وغيرها من الشركات اللي شغاله في data privacy يعني سمسره المعلومات بيستخدموا الفور فري انفورميشن بتاعتنا دي، فيكونوا عننا بروفايلز ويستخدموها في حاجه اسمها سايكوجرافيك تارجتنج. ان انا خلاص عرفت دماغ حضرتك عامله ازاي كمستخدم لفيسبوك او مستخدم للسوشيال بلاتفورم عموما، عارفه انت بتحب ايه وبتكره ايه، وات از سكوب اوف يور فريندز اند فاميلي، وات ار ذا انترستس، فاقدر اعمل لك تارجتنج. لو مش بوليتيكال تارجتنج يعني هستخدمك في الماركتنج، يعني ماركتنج ماي برودكتس. طيب في الـ 3 stories دي الحقيقة أنا اخترتهم علشان أوضح إن الـ cyber security لو مش هنتكلم عنه كمان كمجال شغل فهنتكلم عنه كمجال touching our lives and مش بس حياتنا، ده حياتنا وحياة أصدقائنا وكل المحيطين بينا، وإنه بسبب بسيط قوي ممكن حضرتك أو حضرتك تكونوا the reason of the attack. زي ما قلنا في ستاكسنت احنا بنستخدم اليو اس بي بشكل يومي، ومش كتير منا بيهتم اذا كانت اليو اس بي دي ذات سكيورد او لا. في الوانا كراي ناس كتير بتهمل الباتشنج حتى فور ذير اند بوينتس، فبالتالي بنسيب الاجهزه بتاعتنا فولنربل لسمبل اتاكس اللي بتؤدي لميجر دامج في الاخر. فيسبوك في الستوري بتاعت فيسبوك احنا برضو ده بيحصل بشكل يومي لو احنا مش بنعمله في اصدقائنا بيعملوا providing information all the time on the social platform. فدخولك مجال السايبر سيكيورتي لو كمان لو مش على الشغل فهو it's for awareness improves your life and improves your mentality. طيب نتنقل للحاجة اللي بعدها بقى وللمين كور بتاع البرزنتيشن بتاعتنا، ليه ممكن اشتغل في مجال السايبر سيكيورتي؟ الحقيقة يعني مش على مستوى الشغل بس على مستوى your personality and your mind skills cyber security improves your life بشكل عام. ليه بقى؟ يعني بيعمل لي unlimited mind and skills growth طول الوقت. في your skills are growing, your mind is growing. يعني في statistics بتقول ان احنا عندنا like 5 malware threats every second. اذا فانت as cyber security engineer every second لو احنا بنتكلم ان ال 5 malware threats دول ب 5 new techniques and tactics، فانت مطلوب منك تبقى aware ب 5 new technologies every 1 second. فلك ان تتخيل ال growth of mind and skills يعني you are working on in cyber security. طبعا plenty of varieties and career options. يعني cyber security هو موجود في كل حاجة. انت بتسكيور الكلاود ستوريج، بتسكيور الانفراستراكتور، لو انت بتشتغل penetration tester فانت acting as attacker all the time. ففي options كتيرة في مجال cyber security هو مش focused على path معين، لا ده انت ممكن تشتغل في path واثنين بشرط ان انت تكون expert في حاجة، لكن otherwise انت عندك options كتير او تشتغلها في مجال السايبر سيكيورتي. طبعا بازلز all the time. احنا لو انت بتشتغل mainly في مجال البلوت تيمينج فانت طول الوقت
يعني في لو انت كمان شغال ميلي في الانسنت ريسبونس، ولما بيحصل اتاك دورك هو يعني تو انالايز الاتاك ده، وات از ذا ستيجز اوف ذا اتاك، وات ار ذا اي سيز السيمبتومز، هاو تو بيلد كاونتر ميجرز، الحاجات دي كلها. فان يو ار ان ا بازل اوف ذا تايم الاكزامز اوف ذا بازلز اللي احنا بنقابلها بشكل دوري زي سايبر كيلتشين. ايه سايبر كيلتشين؟ الاتاك لما بيحصل بيكون اون ستيجز، يعني ما بيحصلش مره واحده. بمعنى هو طبعا الاتاك مش بيمشي على ستبس واضحه، لكن بنقول كومنلي الاتاك بالستبس دي. اول حاجه ريكونسنس، الاتاكر بيعمل ريكونسنس، بيجمع انفورميشن از ماتش از هي كان عن الانفايرمنت علشان يعرف هو يدخل لك منين. ريكونسنس بقى يجيب لينكدين اكونتس بتاع الموظفين، الايميل ادريسز، بابليك انفورميشن ببلش عن الاورجانيزيشن اللي بيعمل لها اتاك، كل البابليك انفورميشن ببلش عن الاورجانيزيشن او على التارجت بتاعه. طيب بعد الريكونسنس بيعمل سكاننج، عرف انت عندك ايه الابواب المفتوحه اللي يقدر يدخلها. تاني حاجة ويبنايزيشن، بقى أنا عرفت هدخل لك منين، فأقدر أجهزك الويبن إن أنا هدخله في الانفايرمنت بتاعتك. هل بقى إن أنا هبعت لك فيشنج إيميل في ماكرو كود، ماكرو ده ينزل لك ايجنت فيكونكت عندي على كومن أند كنترول سيرفر بره، فأقدر أكنترول يور انفايرمنت ريموتلي، وات ايفر الويبن اللي هيكون جاهز على حسب الفولنربيتي اللي أنا عرفت أدخل لك منها. بعد كده الدليفري، أنا هقدم لك أو هدخل لك الويبن بتاعي ده إزاي في الانفايرمنت، هل عن طريق زي ستاكس نت كده اقدمه لك على يو اس بي، ولا زي ما قلنا ابعته لك اتاتشمنت في ميل. الدليفري ميثود بتختلف. بعد كده اكسبلايتيشن، خلاص انا وصلته لك لحد النتورك، هبدا بقى مرحله الاكسكيوشن بتاع الاكسبلايت بتاعي. الانستليشن هعمل ريزيستنس عندك في النتورك، بمعنى ان انا خلاص عملت اكسكيوشن الاكسبلايت بتاعتي، وخلاص همنتين بقى ماي فوت هولد على النتورك بتاعتك، بحيث ان انا خلاص ام ريزيستنت وموجود عندك في النتورك. كومن اند كنترول، انا بثبت بقى البريزيستنس بتاعي. زي ما قلنا معظم الاتاكس او الادفانس بريزيستنت اتاكس، الابيتيز بتكون ان انا بنزل عندك ايجنت على الماشين بتاعتك واعمل لها كنترول اوتسايد ذا نتورك. اخر ستيب اكشنز اون كنترول، خلاص بقى انا بقى عندي الايجنت بتاعي انستولد عندك في النتورك، ف اديله بقى الكوماندز. ده كوملي بتكون الاتاك ستيبس. فانت مهمتك لو انت شغال في الانسنت ريسبونس او كلو تيم عموما، ان يعني انت لو لا قدر الله حصل اتاك تديتكت الاتاك ده في اني ستيج، وبالتالي تبلد الكاونتر ميجر بتاعتك علشان تديفند ضد الاتاك ده. او لو انت عندك بلاي بوكس، يعني ليست اوف رولز كده، او هي اكشن تكون اف الس كونديشنز، لو حصل كذا التيم كذا هيتصرف بالطريقه دي، او الديفايس ده المفروض يريسبوند بالطريقه دي على حسب الستيج بتاعتك. بازل تانية من البازلز اللي احنا بنفكر فيها طول الوقت هي دايموند موديل. هي بصراحة في لا قدر الله سايكل اند تشين اوف اتاكس، زي ما احنا شايفين هو الدايجرام باللون الدارك بلو ده. الدايموند موديل بيقسم لك الاتاك على حسب مين الاتاكرز، مين الفيكتيمز، الانفراستراكشرز اللي جوت يوزد، والكابيلتيز والتولز اللي استخدمت. طيب انت بقى عندك دايموند موديل لاتاك معين حصل، طيب حصل بعد اسبوع اتاك تاني، تبدا تشوف السيمبتومز والمشترك ما بين التو اتاكس، وتحاول تعمل سيتنج لده في في تو دايموند مودلز، وهكذا تبدا تعمل دايموند 1 2 3 علشان تبقى الفول بيكتشر قدامك. لو لا قدر الله هي جروب اوف اتاكس وسايكل اوف اتاكس، يبقى انت شفت الفول بيكتشر عندك. الموضوع ده بيبقى مفيد في ايه؟ ان انت ممكن لما تيجي تريسبوند لسنجل اتاك بيحصل مش زي ما تريسبوند لتشين اوف اتاكس بتحصل، فالكاونتر ميجر بيختلف، فبالتالي يور ديفند بيكون اقوى لو انت شايف الفول بيكتشر. طيب فوائد السايبر سكيورتي، اتس جوب امبروفز يور لايف، زي ما قلنا انت وجودك في مجال السايبر سكيورتي امبروفز يور مينتاليتي، يعني يو هاف ا سكيورتي از ا مينتاليتي، مش بس انت حد شغال في سايبر سكيورتي بتبيلد رولز وبتمبلمنت سكيورتي ديفايسز وبس، لا ده انت بتكون تفكيرك مختلف في استخدامك للتكنولوجيز واستخدامك للتولز اللي في ايدك. زي مثلا برضه هكررها تاني، استخدامنا لليو اس بي، يعني اي حد عادي هو اليو اس بي ور داتا ترانسفير وخلاص، لكن احنا لا بنبص لي يعني بيوند ذا سينز. انا بشوف اليو اس بي ده وبشوف الريسك اللي ممكن تجيلي من اليو اس بي لو هي مش سكيورد.
أو لما بتعامل مع الموبايل بتاعي what are the applications on my mobile, what are the security measures I'm taking on my mobile, وكذلك مع اللابتوب وكذلك مع تعاملي مع الإنترنت عموما. So it's a job that improves my life. You are the hero طبعا, يعني لما أكون أنا واخد الدور بتاع الديفندر عن my organization, so I'm the hero. Okay, how to start cyber security career. قبل ما نتكلم عن how to start وإيه السكيلز اللي إحنا محتاجينها, السايبر سيكيورتي كارير اتس نوت ليميتد, نوت ليميتد كارير, يعني انا عندي باث كتيره وعندي فرايتيز كتيره اقدر اشتغل فيها في مجال السايبر سيكيورتي. اولها مثلا امبلمنتيشن اند ادمنستريشن, يعني انت بتكون الحد اللي بيامبلمنت النتورك سيكيورتي ديفايسز, او زي مثلا الاي بي اس, الاي دي اس, الواف, الفاير وول, الحد اللي بيست رولز عليهم, الفلترنج ادخل على ايه ما ادخلش على ايه, ايه البارامترز اللي بتبقى مسموحه ثرو الواف, الى ايه اليو ار الز, وات ار دي اي بي ادريسز, ووايت ليستنج دومين وبلاك ليستنج دومين, كل الحاجات دي اندر دي امبلمنتيشن اند ادمنستريشن. يعني هو طبعا ماخد الحظ الاوفر في مجال السايبر سيكيورتي هو البنتريشن تيستينج. ده بنتريشن, مين هو البنتريشن تيستر؟ هو يعني الايثيكال هاكر, هو يعني حد بيسيميليت اتاكر بات ان ليجال واي, ان ايثيكال واي, بياخد بيرميشن من اورجانيزيشن ان انا اعمل اعمل بنتريشن تيستينج واطلع ريبورت بالفولنربيلتيز او الثغرات الامنيه الموجوده في الانفايرمنت دي واقدمها عليه للاورجانيزيشن طبعا بمقابل مادي, واقول لهم انتوا عندكم الفولنربيلتي 1 2 3 ليتيجيشن 1 2 3 فبداوا اقفلوا ده. الانسنت ريسبونس زي ما اتكلمنا هم الناس يعني بيكونوا ميلي بلو تيمينج وشغالين على انه لو حصل اتاك وات ار ذا سيمتومز الانديكيتور اوف كومبرومايز. الانسنت ريسبونس ستيبس مطبقه ولا لا, في بلاي بوكس عندنا ماشيين عليها او لا. طبعا المجالات دي كلها هي كلها ليها الاندبت بتاعها وليها ديتيلز كتيره قوي, لكن علشان وقت البرزنتيشن انا بحاول بس مجرد اقول يعني زي هيدز اب, وجوجل طبعا از اولويز اور فريند, فنقدر نشوف details ونشوف التراكس اللي تحت كل category من دول. malware analysis and reverse engineering برضو من المجالات much more interesting جدا, خصوصا لو حضرتك شغال في اللي بتقدم antivirus solutions. فزي ما قلت احنا عندنا 5 malware threats every second, فانت ال 5 malware threats دول اللي محتاج تعملهم analysis تشوفوا هما بيشتغلوا ازاي. طب اطلع عليهم signature فابديت بيها ال database بتاعه الانتي فيروسز او الانتي مالويرز اللي موجوده عندي في الشركه, وابدا اعمل لها distribution في الماركت وفي الكوميونتي. digital forensics او الفحص الجنائي, لما بيحصل incident وغالبا بتكون data leakage او ما الى ذلك, الحد ديجيتال فورنسكس انجينير بياخد مثلا بيعمل دامج للميموري, بيقرا الميتا داتا, بيشوف الحاجات اللي تشينجد. طبعا هو مجال برضو واسع جدا والتولز فيه عظيمه جدا, وتحته سب كاتيجوريز زي ستيجنوجرافي ان انا ازاي هايد تكست او معلومه معينه جوه صوره او جوه فيديو او جوه اودي, فمجال رائع وعظيم جدا. compliance and governance برضو من المجالات مهمة جدا, وفي شركات متخصصة ان هي تساعد ال big corporates ال worldwide standards, زي مثلا لو بنتكلم على ISO او بنتكلم على PCI standards. فانا بكلم شركة عندها تيم GRC بقول لهم انا محتاج مثلا اعمل كود سيرتيفايد ل ISO 27001, فالشركة دي بتقدم لك بتقول لك مثلا ISO 27001 لو عايز تجيب comply, فدي list of checks يعني you have to comply with, وانت عندك يعني زي رود ماب كده تمشي عليها علشان to be comply, وساعدك ان انت تاخد السيرتيفيكت. سايبر سيكيورتي اويرنس زي ال women in cyber security in middle east انه مهم جدا فكره الاويرنس, زي ما قلنا حتى لو مش هتشتغل في مجال السايبر سيكيورتي بس being aware of cyber security and cyber attacks, وان انت ازاي ممكن تكون يعني victim سهله للاتاكرز, وممكن التولز اللي في ايدك تبقى يعني
سبب ل major attack ل your organization زي ما قلنا و and I have to mention it more than one time. حتى لو انت مش بتشتغل في مجال cyber security you have to be aware of this. طيب ايه ال skills اللي انا ممكن اكون محتاجها لو انا لسه هبدأ في مجال ال cyber security؟ جدا انت مش لازم تكون expert في كل حاجة, بس you have to be expert in one thing and knows a lot about everything. زي ايه؟ يعني لو احنا نتكلم في الاول عن البيزكس والحاجات اللي انت مفروض تكون عارفها, فانت يكون عندك awareness كده, يعني to be aware of some of operating systems mainly الويندوز واللينكس, لان احنا شغلنا في الاول لو انت هتستارت براكتنج فاحنا بنشتغل ب VM ويندوز و VM كالي لينكس, يعني ده في البيزك براكتنج خالص. يكون معاك بيزك كودينج زي سي سي بلس, بس من لو انت هتشتغل على برضو يعني الموضوع ده هيساعدك لو انت تشتغل في reverse engineering او ان انت تقرا exploits او الكلام ده كله, يعني it's gonna be added value لو انت عارف coding. الscripting بنحتاجه mainly في الautomation, يعني زي ما قلنا في الattack steps لو نفتكر reconnaissance ثم scanning, فالscanning it's gonna be better طبعا لو انت باني automated script عشان تسكان بوقت اوفر كتير, سواء انت سكان بقى على الاوبن بورتس او هتسكان مثلا الويب سايت على البانوربيتس الموجوده فيه, فاللي بيسهل عليك وقت كتير جدا. طيب بيزك نتوركينج بيكون مفيد جدا ان انت تعرف او تبقى شايف النتورك فروم اند تو اند. فانا بكتفي يعني بنصح بس بال CCNA, هي فيها بيزك نوليدج عن النتوركينج بطريقه لطيفه, يعني reading the CCNA it's gonna be enough, يعني not to certify CCNA. في الآخر خالص building your testing environment دي هتيجي بالpracticing, زي ما قلنا انت بتحتاج في الأول VM Windows و VM Linux, وبعد كده انت بالpracticing بقى بتبدأ ان انت تبuild your environment, your needed tools, your needed scripts, ده كله بيجي بالpracticing. طيب ايه الكورسز والcertifications اللي انا ممكن اكون محتاجة؟ وانا هنا فرقت ما بين الاثنين, يعني courses حاجة وcertifications حاجة. في الكورسز يعني انت بتاخد المين نوليدج منها, مش لازم تcertify, لكن certifications بتكون محتاجها في ان انت يعني for waiting your CV, تعمله wait فيها شهادات طبعا بتقي CV بتاعك وبتبين ان انت عندك لأ knowledge قوية و solid background. الكورسز بنتكلم عن ان انت بس يكفي ان انت تقرا وتاخد نوليدج من السي سي ان اي ومن السي اتش من اسكال كونسل, مارشال فور بين تيسترز, بايثون فور بين تيسترز, طبعا تو كورسز مهمين ومفيدين جدا في البراكتنج. السيرتيفيكيشنز بنتكلم على سانز سيرتيفيكيشنز او اوفنسيف سكيورتي, طبعا الاو اس بي من الشهادات العظيمه جدا وليها ويت طبعا في الماركت, شهادات من اي ليرن سكيورتي خصوصا في الويب برضو جميله وعظيمه قوي. طيب تيبس فور كارير, زي ما اكدت من اول برزنتيشن ان احنا براكتنج ثم براكتنج ثم براكتنج. الموضوع في الاول خصوصا الناس اللي داخله في مجال الاوفنسيف سكيورتي بتحسوا لايك يعني اتس ا روكيت ساينس وحاجه صعبه جدا وانه الدنيا تمشيش سهله. طبيعي اي حاجه في الاول واي علم ايا كان بتتعلمه هو في الاول بيكون not that easy, فمع البراكتنج الدنيا بتمشي. طبعا creating LinkedIn account من الحاجات المهمة جدا علشان يعني to show up your character with your work with your skills على social platform. LinkedIn one of the professional وانا برجح يعني التركيز يكون على LinkedIn اكتر منه Facebook. طبعا create GitHub account لو انت كتبت tool بايدك او عملت شغل بايدك, فكرة publishing عموما يعني بتاد weight برضو your CV your career. Attend conferences and engaging with the community. واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا وهي building your connections. مش بس علشان بتساعدك ان انت تعرف لو في available opportunities في شركات تانية, لا كمان انت بتعرف الجديد الموجود في الكوميونتي, مين نشر paper, انهي شركة جابت new technology عاملة ازاي, فتبدأ ان انت engage معاهم بشكل اكبر. ف بصراحة يعني بيوسع يعني your circle من ناحية الconnection ومن ناحية knowledge.
reading a lot and be updated. برضه هعيدها تاني، احنا عندنا 5 malwares او اكتر every 1 second، ففكره ان انت to be updated باللي موجود، بالاتاكس الموجوده، بالmainly targeted countries، بالmainly targeted services والproducts، كل ده يعني it's adding to your knowledge. Always update your CV with your skills. كل skill بتتعلمها update your LinkedIn account and update your CV. يعني it's very important tip. طيب هل السايبر سيكيورتي هو مجال شغل بس والشغل بتاعنا اللي هو من 8 ل 4؟ عمر السايبر سيكيورتي ما كانت هي من الشغل الروتيني بتاع من 8 ل 4 خالص، بالعكس هو من المجالات الشغل الممتعه جدا، والغير شغلك في مكان زي بيج كوربريت او اورجانيزيشن انت تقدر كمان تشتغل مع نفسك وتجين بروفيت خاص بيك. وطبعا من الحاجات دي هي الباك باونتي بروجرامز. ايه الباك باونتي بروجرامز؟ احنا عارفين ان في اتاكس بتحصل على طول على البيج كوربريتس، فالشركات دي فكرت بدل ما الاتاكرز بره يجوا يعملوا لها اتاكينج، لا ده هي تعرض الويب سايت بتاعتها على حاجه اسمها باج باونتي بلاتفورمز او بروجرامز، وان الناس السكيورتي انجينيرز بقى او وات ايفر، مش انجينير هو بس هو انترستنج ان هاكينج، يبدا يعمل اتاكس على الويب سايتس دي ويشوف الفولنربيلتيز الموجوده على الكوربريت دي، وبدل ما يعملها اكسبلويتيشن ويسبب دامج، لا يروح يقدم ريبورت للشركه دي ويقول انا لقيت فولنربيلتي معينه والديسكريبشن بتاعها اهو، بيقدم بروف اوف كونسبت او بروف اوف فايندنج على الفولنربيلتي دي، فبتعدي على حاجه اسمها تراياج تيم ويقيم الفولنربيلتي دي، وبعد كده بيحدد الباونتي يعني او المكافاه الماليه اللي على قدر الثغره المتقدمه. طبعا من التراكس الجميله والممتعه جدا فكره الباك باونتي، علشان المكسب المادي اللي بيجي منه كمان you're having fun. يعني برضو مع ذكر الفن، الـ Capture the Flag Competitions من الحاجات الممتعة جدا، ان انت يعني بتشتغل security وكمان يعني it's, you're doing it at a game as a game sorry. فالـ CTFs و Back Bounty Programs beside your work مش بس يعني it's fun، لا كمان it's adding a weight to your CV and your career. طيب انا كده اتكلمت سريعا عن حاجات كتير قوي في السايبر سيكيورتي، زي ما قلت هي كلها مجرد هيت اب كده، مجرد مايند ريفرشنج، وانا جاهزه لو حد عندكم قال لي اي سؤال. سابنا يا ثانكس اسما فور فيري امبرسيف توك، ديفينيتلي يور تيبس ويل هيلب اس از ويل از ذا ستودنتس اور فريشرز اور اي تي بروفيشنلز ذوز وان تو ميك ذير كارير ان سايبر سيكيورتي. Thank you. Thanks. And I don't see any questions from our audience, but I believe they will reach out to you through your social media accounts if they have any questions further. So, okay, sure. Thanks a lot. Thanks a lot. It's going to be my pleasure. Merci, Sam.